بتوجيهات من قبل الأمين العام لوزارة الدفاع السيد جبار بوثيجي المطلق الحيدري، يتم استلام طلبات شكاوى الموظفين والمنتسبين في الوزارة عن طريق ممثل لمكتب الأمين العام في الاستعلامات الخارجية والخاص بشعبة شكاوى الموظفين مكتبنا. بعد ذلك يتم مقابلتهم من قبل السيد الأمين العام المحترم وبالتنسيق مع المديرية العامة للأفراد وكافة المديريات للنظر في حل مشكلاتهم المتعلقة بالتسكين والنقل، وتكون الأولوية لذوي الشهداء والحالات الإنسانية، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة بصددهم. نشكر السيد الأمين العام المحترم على إجراء مقابلة الموظفين المدنيين وتسهيل أمورهم، وأكثر الأمور اللي عند الموظفين المدنيين المتأخر في إجراء معاملته في الدرجة الوظيفية أو أي شيء، ونشكره جزيل الشكر. وقدمنا طلب عن طريق وحداتنا مقابلتنا كل خميس أمام السيد الأمين العام. الشكر الجزيل للسيد الأمين العام على مقابلته لنا وتذليل الصعوبات والمشاكل الخاصة بالموظفين المدنيين بالنسبة اللي قدمت بشكل مباشر إلى استعلامات الوزارة، وكان تقديم جدا سهل. الله يحفظ السيد الأمين والعامل الواقفين بهذه الخدمة.